من صديق تقول هالكلام؟ يا يبلع هاي لما ادري وين تبي لانها صبهم. بسألك سؤال انا، شلون تعرضت على هالعائله؟ يبا ليلى كانت تدرس معي بالجامعه، بس صار لها ظروف ما كملت تعليمها. يعني وماكو من طلبات الجامعه احد غير هذه اللي ما كملت تعليمها؟ ويوم شرحت لك ظروفها انطقت لها الصدر وظهرت عندك الشهامه والعاطفه اشتغلت عندك وليدي. ها انا مالي شغل بماضي ابوها. ليلى ما لها ذنب. انا معاك يا يبا معاك، ولو ابوها له ماضي وتركها على العين والراس، لكن هو للحين بالسجن. انا يا يبا خايف ان ورا هالعائله هذه خبايا ما ندري عنها. مالي يبا، انا بس ابيك تتفهم موقفي. اسمع يا حمود، كلمه واحده اقولها لك، تاصلك وتعداك، زواج من هالبنت هذه امر مرفوض، ونيبتي الطاري مره ثانيه ترى ما تلوم الا نفسك. سمعيني، الموضوع اكثر من كذي، ما اقدر اوضح اكثر. فواز قاعد يمي. ايه لا 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 خلاص، ما باذني ماي. ايه هالمره بخلي ابوي هو اللي يتصرف. خلي يشوف الفيديو والصور، خلي يشوف سوالف اللي شايفه ملاك. ايه خلاص سمعيني عدل، ليه رحت بيت ابوي انا راح اعلمك كل شيء. الحين ما أقدر. ماشي أوكي، يلا مع السلامة. سوف أهتم بقضيتك وسأفعل ما بوسعي للتخفيف من عقوبتك ولنيلك مكافأة على شجاعتك. حلو، بالعمر على آخر العمر أشتغل خطابة. لا حلو، أنا ما صدقت أفتك من بس تطلعي لي أنت. شو المشكلة؟ ترى الموضوع جدا عادي، أنت ليش مكبر الموضوع؟ يكون انت الحين يعني قاطبت العصايه من النص. روحك خالد قول له ابي احجز شذا لولدي، وابي ولدك ياخذ بنتي. لا انت لو تفكر بكلامي عدل راح تشوف ان كلامي عين العقل، دهنا مكبتنا. ايش فيك انزل؟ ليش انت ما تروحين الأحلام وتخطبين حق الولد، وانتي تخطبين حق الولد زرقي خطبة البنت، أقصد زرقي خطبة الولد للبنت. شو سنب والله صدق، يعني على أساس إن أحلام تشق وتخيط، أحلام ما لها علاقة، الرأي كله رأي خالد، وانت تدري وعارف الكلام هذا عدل. شوفي، تعرفين شنو المفروض؟ المفروض العيال يكثرون الدوس على بيت عمهم. طبيعي رايحين رادين، يصير قبول، ايه الزواج طبيعي. على تدري شنو الصح؟ ان خذيت هالجملة المفيدة بس منك طول هالوقت، من باكر راح اسوي كذي، واخيرا طلعت منك الفايدة. الله يشافيك إن شاء الله. الله لا يحرمني منك يا خيتي، ماني عارفة أنا من غيرك شنو بيكون حالي. صدقين فزة، كل شيء له حكمة بالدنيا. ياما بنات للحين ما تزوجوا، اللي ترعى أمها وأبوها، اللي أختها وأخوها، ويمكن هالشيء اللي مأخر زواجي. فعلا مقدر ومكتوب، وكل شيء نصيب، والواحد ما ياخذ الا نصيبه. بس الحقيقه شيء ثاني، لا تحاولين ترجعين الموضوع. ايش قصدك يعني؟ خالد هو اللي وقف زواجي وحرمني من الذريه، وهم جايك الدور انت بعد. ايش اسوي؟ خالد كل ما يقعد مع واحد يبي يتقدم لي يطلع فيه الف عيب وعيب، مثل ما سوى فيني نفس الشيء.